بسم الله. لو انا عايز اضيف بارامتر لفاميلي مثلا لدبل فاميلي، بعمل سيلكت عليه واقول له edit family، بعد كده اجي هنا في الفاميلي تايبس، الاقي الفاميلي هي اقدر اضيف ليه بارامتر زي ما انا عايز. ممكن تقول له فاميلي بارامتر يعني حاجه جوه الفاميلي، بس البارامتر ده مش هيظهر لا في السكادول ولا في التاج. لو عايزه يظهر في الاثنين لازم تخليه شيرد بارامتر وتعمل البارامتر اللي انت عايزه. تقدر تعمل كرييت لشيرد بارامتر زي ما انت عايز، هو عباره عن ملف تكست تي، وتقدر تحط البارامتر فيه زي ما انت عايز. تمام، هتقول له جروب مثلا تسميه تكست، ده الجروب، وتقدر تضيف اي بارامتر جوه الجروب دوت، سواء مثلا سميه اكس اكس، نوعه كومن ولا ستراكشر ولا تشيفاك ولا الكتريكال. يعني لو اخترت مثلا الكتريكال هتلاقي انه جاب لك الحاجات الخاصه بالكتريكال. خلينا نقول له انها كومن تكست مثلا، اوكي تمام اوكي. او لو انت اخترت فاميلي بارامتر بيبدا يديك ان انت تختار اسم وتختار ديسيبلين والتايب اوف بارامتر، هل هو طول ولا عرض ولا زاويه ولا فوليوم ولا اريا، هل هو طيب ولا انستنس طيب. يبقى لما تعدل فيه هتعدل في كله. انستنس يبقى خاص بالعنصر ده بس، يعني لو عدلت في العنصر ده مش هيأثر على الباقي. تمام، فانا هقول له طيب دلوقتي واقول له اوكي، وهقول له اوكي، وبعد كده تقول له لود انتو بروجكت اند كلوز، تختار الملف اللي انت عايز تحمل فيه، وليكن مثلا ال RME. بيقول عايز سيف الملف، عايز سيف الفاميلي دي في ملف خارجي، بيقول لي عايز تعمل ابديت اوكي. لما تيجي تعمل سيلكت هتلاقي بارامتر اضاف اسمه اكس اكس، ده تقدر تكتب فيه اي رقم انت عايزه. نعمل سيلكت على الاير تيرمينال ونشوف الخصائص اللي هتظهر دلوقتي. طيب هتيجي تبص هنا مش هتلاقيه. ليه مش موجود هو هنا؟ لان هو طيب، ده الحاجات الاسنس. هدخل ايديت طيب هلاقي ان هو ظهر عندي اهوت في الدايمنشن. تمام اوكي. طيب لو انا عايز اضيف بارامتر لسيستم فاميلي، يعني حاجه مثلا زي الدكت او كيبل تري، تمام، دول مفيش ايديت فاميلي، فهضيف ازاي؟ هدخل هنا في المانج الاقي بارامتر بروجكت بارامترز، اقدر اضيف اي بارامتر انا عايزه. تيجي هنا وتكتب اسم البارامتر اللي انت عايزه، تمام، وتختار انت عايز يظهر في ايه. يعني هتيجي هنا مثلا تقول له انا عايز يظهر في الضغط، هتلاقي الضغط ظهر عندك اهوت، وتقدر مثلا تحطه في الوول، تحطه في زي ما انت عايز، برضه نفس الفكره طيب ولا انستنس والديسيبلين بتاعه ايه. تمام، في طريقه اخرى، في طريقه اخرى برضه سهله جدا، وهي لو انا بعمل اي سكادول، اي سكادول بتلاقي فيه خاصيه معينه وهي اد بارامتر. تمام، تقدر تضيف بارامتر زي ما انت عايز وتحدد نوعه، هل هو بروجكت بارامتر ولا شيرت بارامتر، والاسم بتاعه، وهل هو تايب ولا انستنس. لو عجبك الفيديو لايك شير وشارك في